السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حيكون حديث ان شاء الله عن المكثفات، بس قبل ما نبدأ نحكي في المكثفات بدنا نكمل فحص الزايد اللي اخذناه في الدرس السابق. وتوكلنا على الله. نعم، الزايد هاي الشكل بتاعه، هنا الشكل بتاع الزايد. المنطقة هذه تسمى آنود، المنطقة هذه اسمها كاثود. هي هنا واحد من 4007 اللي تحدثنا عن خواصه امبارح. الدايد اللي تحدثنا عن خواصه امبارح بنذكر أهم خواص الثنائي. أهم خواص الثنائي هي الجهد، التيار، الطرد. أهم خواص أهم خواص أنا بهتم فيها للدايد هي جهده قديش، تياره قديش، تردده قديش. ممكن واحد يقول لي والله القدرة هي عبارة عن الجهد في التيار. لا، هذا ما بتغنيش عن معرفة الجهد قديش والتيار قديش. الخواص اللي بهتم فيها للثنائي اللي هي جهد التيار والتردد زي ما احنا شايفين. هنا انود كاثود، هنا مكتوب عليه انود كاثود، هنا الرمز الشكل الفيزيائي بتاعه، هنا الرمز الثاني بتاعه اللي بنشوفه احنا في الدوائر الالكترونيه بيكون بالشكل. عشان نعرف ايش التحولات اللي بتصير في ساعه الفحص، ساعه ما احنا بنفحص الثنائي، ممكن انا اجيب ساعتين زي بعضهم. ساعتين طبعا لازم يكون ديجيتال، وانا بفترض انهم ساعتين هم الثانية اللي احنا حكينا عنها في بداية الدورة. لو انا حاولت اقيس الجهد الموجود على طرفي الساعة وهي على وضع قياس المقاومة، وهي على وضع قياس المقاومات، بجد الجهد اللي على طرفي الساعة 4/10 فولت. لو حاولت اجيب الجهد لما اغير على الدايد او اشباه الموصلات هلاقي الجهد قفز ل1.4 فولت. نخدم لكم النظريه هذه دي سي طبعا، من انه هي بتشرح دي سي. يعني لو ضغطت كبسه سلك في الماكينيتر للتحويل الى قياس الثنائيات او اشباه الموصلات بنلاحظ ان تغير الرمز من اوم الى رمز الجهد. إذا كان كنت أنا حاط الساعة على قياس المقاومات أطراف الساعة بتطلع عندي حوالي 4/10 فولت، إذا كنت حاطط على قياس الدايد أو أشباه الموصلات بتطلع 1.5 فولت، هذه الثانية. لكن في ساعات ثانية بتطلع حوالي 2.7 فولت وهذا أفضل. ساعات هذول اللي بيطلعوا جهد أكثر هم أفضل. هنا ممكن الساعة تقول لي أوتو على الأوم. من حديث ما اضغط على السلكت يعني اختار الدايت على طول تبدا تكتب لي القيمه بالفولت. ناخد بالك من الفولت، تبدا تديني القيمه بالفولت. لو حاولت انا طبعا هنا انا بستخدم ساعه ديجيتال، هنا انا بستخدم ساعه ديجيتال يعني مالتي ميتر رقمي. لو انا حطيت الطرف الاحمر هنا والطرف الاسود هنا، معنى ذلك انه انا موصل انحياز عكسي، يعني هذا توصيل انحياز عكسي. انا جايب الموجب، انا جايب الموجب على الكاثود والسالب جايبه على الانود. هذا انحياز عكسي. الساعة لو كنت حاططها على تدريج الاوم مش هتقيس معايا حاجة. لو انا قلبت اطراف الساعة بالشكل هذا، خليت الاسود هنا والاحمر هنا، ممكن تعطيني قراءة حوالي 1.5 ميجا. القراءة هذه متغيرة من ساعة الى ساعة، يعني لا يؤخذ بها، يعني هذه القراءة اللي هي 1.5 ميجا لا يؤخذ بها. يعني هذا انا
حسب الساعه اللي عندي طلعت معي هذه القيمه. ممكن ساعه ثانيه تطلع قيمه ثانيه، وهذا بيعتمد على ايش؟ على قيمه الجهد اللي بتطلعه ساعه الفحص في ساعه قياس المقاومه، في لحظه قياس المقاومه. في بطلعه 2 من 10 فولت، في 3 من 10، 4 من 10، 5 من 10، وخلاص ما فيش اكثر من هيك. وهذا ممكن نحكي ليش. لو انا حطيت الساعه المالتيميتر على قياس اشباه الموصلات هتبدا ساعتها تقيس معايا بشكل صحيح. لو حطيت الموجب هنا لاحظ شكل الدايود، لاحظ شكل الدايود. لو حطيت الموجب هنا والسالب هنا، او ال يعني او باللوب يعني دائره مفتوحه. هنا معناتها انه دائره مفتوحه. الثنائي عشان يكون صحيح يبقى هنا لازم احط الاحمر هنا والاسود هنا ويعطيني قراءه. القراءه هذه ما بين ال 45% وال 55%. يعني برضه حتى القراءه هذه 45% فولت، هذه القراءه حتختلف من ساعه لساعه ومن ثنائي الى ثنائي، لكن حتضلها في حدود 45 ل 55% من الفولت. ايش بتعني هذه القراءه ال 45%؟ ماذا تعني؟ طبعا مروان انا هنا بدي لك القياس الصحيح للساعه، غير هيك يبقى الثنائي عطلان. يعني هنا بقيس اوبن لوب، اوبن لوب هنا بقيس قيمه حوالي نص فولت. اتجاه هيقيس اوبن لوب واتجاه هيقيس نص فولت، غير هيك بكون عطلان. يعني لو على الاتجاهين قاس اوبن لوب، اوبن لوب معناتها عطلان. لو على الاتجاهين قاس 45% يبقى عطلان. لو على اتجاه خاص قريب من الزيرو، طبعا اذا اي سيمي كوندكتور بقيس زيرو فولت، زيرو اوم معناتها، او زيرو معناتها انه ايش؟ عطلان. السيمي كوندكتور ما وصلوش لدرجه انهم خلوه بدون بدون جهد عتبه، ما قدروش. يعني خلوها 1 من 10. احنا حكينا امبارح او الدرس اللي فات انه جرمانيوم 2 من 10، لكن لا، انت ممكن تواجه ثنائيات 1 من 10، ولو قلبته بيكون اوبن لوب وبكون شغال. طبعا هذا الثنائي بيكون غالبا شوتكي، او بدا يعني في تصنيع ثنائيات، في يعني في تصنيع ثنائيات في تطور، يعني التكنولوجيا ماشيه مش واقفه. يعني 55% 55% 55% يعني نص فولت تقريبا. اوبن لوب هنا انا بنحكي عن طيب ايش يعني قلنا القياس ال 45%؟ 45% هي بدايه امرار هذه الوصله الثنائيه للتيار الكهربي. يعني جهد العتبه انا حكيت عنه للثنائيات المصنوعه من السيليكون هو 6 من 10 فولت. لكن هذه ال 6 من 10 فولت، ارجو يا استاذ مروان تحط نقطه بين الزيرو والسته، تحط باي بين الزيرو والسته عشان ايوه زي هيك. حدثنا عن هذه القصه تبعت الزينر تبعت الثنائي انه 6 من 10. 6 من 10 يعني ما هواش رقم مقدس، يعني ما هواش رقم مقدس، لكن انا ما ببعدش عنه كثير، يعني بضل في حدوده حواليه. الساعة هنا قست لي 45%، والمفترض هي تقيس لي 6، لأنه الساعة أو العتبة اللي موجودة بين الشريحتين بمجرد ما أنا أوصلها جهد بتبدأ القيمة تبعتها تنخفض، يعني بتبدأ المقاومة تبعتها تقل 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 تقل، فبتبدأ بمرور التيار الكهربي. هو أول ما بدأ بمرور التيار الكهربي بدأ عند ال 45% فولت، لكن عشان يمر التيار الكهربي صحيح لازم يوصل لل 6 من 10 فولت. هنا لو انا كنت بستخدم الساعه اللي هي الانالوج ام المؤشر النيدل هذه، لو كنت انا باشرها الاطراف بتكون الـ الاحمر
على الكاثود والاسود على الانود. ليش؟ لانه لو جيت على الطرف تبع الساعه هذه بلاقي الطرف الاسود هو عليه الجهد مثلا، بلاقي عليه هذا الجهد السالب وهذا بلاقي عليه الجهد الموجب. يعني اطراف الساعه الانالوج هذه، اطراف الساعه الانالوج هذول معكوسين فيها، الاسود عليه جهد زائد والاحمر عليه جهد سالب. الاطراف تبعتها معكوسه، نعم، وبتقيس باتجاه طبعا التيار الحقيقي. ماشي، احنا حنخلص يعني. اذا حدا بيسال في قياس الثنائيات حاجه يتفضل يسال. وفي هنا حاطط انا سؤالين صغار، خلي الاجابه لكم عليهم او بنرجع بسالهم في نهايه الدرس اذا تبقى له وقت، اذا تبقى وقت عشان ما نحكي في المكثفات، موضوع المكثفات كبير شويه. اذا حدا عاوز يسال حاجه في الثنائيات يسال على السريع قبل ما ندخل في المكثفات. كويس، المكثفات كباسيتور، المكثفات كباسيتور. المكثف، كل المكثفات هي عباره عن لوحين من معدن ما متقابلين. المكثف عباره عن لوحين متقابلين بيتسمى وبينهم عازل، ويتسمى المكثف باسم العازل. يعني بقول هذا مكثف هوائي، يعني العازل اللي ما بين هذول اللوحين هو الهواء. بقول هذا مكثف سيراميك، يعني العازل اللي بين هذول اللوحين سيراميك. هذا مكثف كذا، هذا كيميائي كذا كذا. المهم انه عادة احنا بنطلق اسم العازل اللي بين اللوحين على اسم مكثف. مش عارف، ما مرش علي يعني عازل بلاستيك صراحة يا محمد يا احمد. المكثف هي الرمز بتاعه في الدوائر الالكترونية طبعا. اذا كان معمول بالشكل هذا معناته ملوش قطبية، يعني مو بالوراثي. اذا حط زائد او ناقص بصير له قطبية. يرمز له بالرمز هذا. له سعة طبعا، وحدة قياس السعة في المكثفات ميكا، يعني المكثف مصنوع من الميكا، يعني المادة العازلة من الميكا. وحدة قياس السعة هي الفراد. يعني لو انت عندك قانون، مثلا قانون قديش مقاومة المكثف او قديش ممانعة المكثف، معناتها بدك تعوض عن القيمة بالفراد، لانه هي القيمة الاساسية فيه بالفراد. زي ما القيمة الاساسية عندي للجهد هي الفولت، القيمة الاساسية في قياس التيار هي الامبير، القيمة الاساسية في قياس المقاومة هي الاوم، القيمة الاساسية في قياس سعة المكثف هي الفراد. لكن الفراد قيمة عالية، الفراغ في المعادن، عشان هيك بيستخدموا الميكرو والنانو والبيكو. يعني عندك البيكو فراغ اللي هو اصغر قيمه، النانو فراغ اكبر، الميكرو فراغ اللي هو المكثفات الكبيره. يعني كل المكثفات عندنا ممكن ناخذها بالميكرو فراغ، الا بعض المكثفات اللي نادرا ما يتصلنا اصلا في الحياه العمليه، اللي هم بيوصلوا اصلا بالملي فراغ او بالنصف فراغ. سعة المكثف بالفراد ما ماليش في العلاقة في القول الأستاذ أحمد، معلش ما تأخذنيش. يعني المايكرو لا يساوي النانو، المايكرو يساوي واحد على ألف من النانو. الفراد أرقام كبيرة جدا. خلينا نكمل وخلي حكاية ال، ما فيش داعي للأسف، بس في حاجات ما لناش علاقة فيها، يعني بس مش أكثر، ما لناش علاقة يعني في ال، لأن ساعة المكثف احنا عندنا زي هيك، زي ما انت بتشوف الآن. عندي بقول مكثف المسافة المتقابلة من اللوحين أقل من مكثف آخر، يبقى هذا المكثف ساعته أقل، هذا المكثف ساعته أكبر. يعني العلاقة ما بين المساحة المتقابلة من اللوحين تتناسب مع ساعته طرديًا، أي كلما زادت المساحة بين اللوحين زادت ساعة المكثف. يعني مثلًا هنا في لوحين، ده بعض اللوحين، لكن المسافة المتقابلة ما بينهم قليلة. هنا المسافة المتقابلة كبيرة، يبقى بتكون هذه ساعة أكبر وهذه ساعة أقل. بتتناسب الساعة عكسيا مع المسافة ما بين اللوحين. يعني تتناسب بشكل عكسي مع المساحة، مع المسافة ما بين اللوحين. يعني هذول مثلا اللوحين نفس الطول، وهذول نفس الطول.
لكن هذول الاثنين قراب على بعض، هذول الاثنين بعاد عن بعض، وبالتالي بتكون هذه ساعة أقل هنا ساعة أعلى. نعيد كمان مرة، لازم تكون كل ما زادت المساحة المتقابلة ما بين اللوحين وكل ما زاد اقتراب اللوحين على بعض كل ما زادت الساعة تبعت المقاس. ويوضع عازل بين اللوحين، طبعا حتى العازل أيضا له علاقة طردية، يعني لما يكون أنا عندي الهواء نعم طرديا مع المساحة وعكسيا مع المسافة بينهما، حط كلمة بينهما. لما أنا بستخدم عازل كالهواء مثلا ما بين لوحين ما بيعطينيش المكثف ساعة زي ما استخدم المايكا. المايكا هذه مادة رهيبة في زيادة ساعة المكثف أو بتزود ساعة المكثف بشكل كبير. نعم هيك يعني برضه معقول، بس ما تقوليش انه هذا قانون. اما هو هذا صح. اللي اكتشفوها اللي هي المادة الكيميائية، هو المكثف الكيميائي، وجد انه عندما يوضع ما بين اللوحين مادة كيميائية ساعة المكثف بتزيد بشكل كبير جدا. لكن هذا عيبه انه اتجاهي، انه اتجاهي يعني ما بنفعش اقلب الاطراف مطرح بعضنا، عشان هيك اخذ رمز مختلف عن رمز المكثف اللي انا عرضت له في البداية، اللي هو كان بس مجرد لوحين واحد هيك واحد هيك. هذا مكثف مش بالوركي، لكن هذا المكثف لا اتجاهي. يعني هذا المكثف انا ما بنفعش اقلب واحد مكان ساعة مكان الثاني. نعم مفهوم اللي هو الساعة هي المقدرة على تخزين الشحنات. نعم هنا مكثف غير اتجاهي مصنوع من كل المواد اللي سابق ذكرها ما عدا انه يكون محطوط في مادة كيماوية. وضع في مادة كيماوية بصير المكثف اتجاهي، لكن بالمقابل بياخذوا ساعة عالية لهذا المكثف. درجة الحرارة، ايش علاقة درجة الحرارة مع المكثفات؟ درجة الحرارة التي تحملها المكثف الى عدة عوامل مساعدة تتبع استخدامهم. يعني استخدام مواد جيدة قليل التأثر او قليل التمدد بالحرارة هذا ممتاز جدا، بيساعد المكثف على انه يعيش فترة اطول. توسيع المسافة بين اللوحين بخليه يتحمل حرارة اعلى. لاحظ ان الحرارة لما انا بدي اخلي المكثف يتحمل حرارة اعلى ببدأ اكبر في حجمه شوية. ليش كبر حجمه شوية؟ لاني يا حوسع المسافة بين اللوحين يا اما حخمر اللوحين نفسهم. عموما الارتفاع درجة الحرارة بتزيد من ساعة المكثف. ايش المكان المكثف؟ ارتفاع درجة الحرارة بتزيد، لانه واضحة جدا انه احنا قلنا المساحة المتقابلة من اللوحين بتعتمد عليها ساعة المكثف، بتزيد معها ساعة المكثف. لما بتمدد بالحرارة فالمساحة المتقابلة من اللوحين بتزيد، وبالتالي ساعته بتزيد. يعني لو انت جبت مكثف مايكا مثلا، فكيته فورا من الدائرة ووثقهم، جبت الساعة بتاعته هتلاقي انه ساعته تعطي قيمة معينة، استناها شوية على النور تلاقي الساعة نقصت شوية. المكثف الكيميائي بتأثر أكثر من باقي المكثفات بالحرارة. يعني اكثر مكثف بتاثر بالحراره اللي هو المكثف الكيماوي. على فكره المكثفات الكيماويه لو واحد فيكم بيشتغل في صيانه المذر بورد هيكتشف انه اكثر اعطال المذر بورد المكثفات الكيماويه. ليش؟ ليش اكثر اعطال المذر بورد مثلا المكثفات الكيماويه؟ لانه جهاز الكمبيوتر بيتعرض لحراره في الداخل. يعني في حراره في الداخل، الحراره هذه بتهلك المكثفات. احيانا بتلاقي المكثف العاده منفجر، يعني واضح انه هو منفجر او منافخ منفوخ. ليه؟ لانه هذه غازات بتتصاعد. اكبر سبب بأثر على المكثفات اللي هو طبعا الحراره، لكن طبعا الجهد له اهميه كبيره. الجهد له اهميه كبيره. حتى بتلاحظ يعني معلش انا مش كل حاجه يمكن محضر لها رسمه، لكن بتلاحظ انت المكثف احيانا بياخذ الشكل اللي انا بدي احاول ارسمه الان. واخد بالك من الرسمه اللي رسمتها؟ هذا الرسمه طبعا الخطوط مضطرة تكون عدله، يعني مش ظابطه معايا تكون عدله. شوفوا هذا الضرب اللي موجود او المثلث هذا الموجود على المكثفات. الوجه الاعلى للمكثف. نعم هذا المسطوح
علشان لما ينفجر المكثف او لما تزيد فيه الغازات ما ينفجرش ويجيب بوم وبكل صوت عالي. طبعا الصوت لحاله مرعب، لكن غير الصوت المرعب الاطار هذا الالمنيوم الموجود على المكثف ممكن ينتقل الى مكان بعيد. يعني في بعض ناس من الصناعيه ممكن يجي في عينه يسبب له مشكله المكثف لما يكون فيها هذا. عشان بيعملوا الشكل هذا للمكثفات اللي هم متوقعين لها الانفجار على اساس انه ينفذ، وبالتالي يتلاشوا لتقليل الانفجار، وبالتالي يتلاشوا. لكن طبعا الماده الكيميائيه لما ينفجر المكثف او ينفذ ممكن تيجي على الجهاز، يمكن يجي على الجهاز بعض الاحماض، وهذه الاحماض طبعا هي موصله للتيار الكهربي، لازم تنظفها كويس قبل ما تعيد تشغيل الجهاز. يعني لو انت كنت مثلا عندك اي جهاز ان شاء الله راوتر تبع كمبيوتر بيعمل شوف، نعم، وكان في مكثف مسيل الاحماض اللي في قلبه على البورد، لازم تنظفها جيدا بالثنر، لانه مع الزمن حتى لو بقيت هذه على البورد بعود البورد بصير في مشكله ما بتصلح خلاص. ليش؟ لانه بصير الفيبر موصل للتيار الكهربي، طبعا موصل خفيف قليل، لكن هذا التوصيل بيمنع الجهاز اصلا من العمل. كويس، نشوف ايش انواع المكثفات. انواع المكثفات طبعا اهم واشهر الانواع اللي هي المكثفات الكيميائيه. المكثفات الكيميائيه زي ما احنا بنشوف، طبعا المكثفات الكيميائيه لاحظ حجم كبير، حجم صغير، متوسط، والى ذلك. لاحظوا انه الحجم الكبير ممكن يكون جهده مرتفع، ممكن يكون سعته مرتفعه، ممكن يكون التنتين. المكثف هذا 1000 مايكرو، هذا المكثف 220 مايكرو، لكن الحجم لا يدل فقط على السعه، وانما احيانا بيزيد الحجم لزياده الجهد، لزياده الجهد. طبعا هذا يصنع قطبان من الالومنيوم وغلفان بطلقه كذا كذا، عادي يعني الكلام ما فيش داعي لاعاده قراءته. هاي المكثفين من ايش؟ مهم مصنوعات، الكلام مكتوب عندك تقدر تقراه، الملف موجود وهي قدامك الكلام. القيم تبعته يعني انا اكبر قيمه مرت علي حوالي 4700 مايكرو، اقل قيمه حوالي 22% مايكرو. الخط الاسود هو مرسوم عليه سالب، مرسوم عليه سالب، يعني السالب مرسوم، وغالبا بيرسموا الطرف السالب غالبا، لكن لا يشترط ذلك. يعني لو واحد حط على طرف قال هذا الموجب، اوكي هو الموجب ماشي الحال. طبعا المكثف هذا من عيوبه زي ما حكيت، من ميزاته اول شيء السعه العاليه، السعه العاليه من ميزاته، من عيوبه تاثره بالحراره وعدم ثبات السعه تبعته. لعلمكم نسبه الخطا في المكثفات الكيميائيه اعلى نسبه خطا في المكثفات، يعني تقول 10% تقول 20% بتقول المكثف شغال، بتقول المكثف شغال لو نقصت قيمته 20% او زادت 20%. طبعا انا ما حضرتش عن قياس المكثفات، بس قياس المكثف الكيميائي بالساعه يعني نتائجه مش كثير مرضيه بتكون. ماشي، خلينا نكمل الموضوع ان شاء الله. في عندنا مكثفات التنتاليوم، مكثفات التنتاليوم بتحل المشكله تبعت المكثف الكيميائي. يعني مكثف التنتاليوم وجد لحل مشكله المكثف الكيميائي. طبعا هو بتطلع من ماده التنتاليوم، شوف الشكل بتاعه كده. هو شكله غريب، عامل زي الدبوس تبع فخذ الحبش، يعني زي الدبوس هيك عامل. لاحظ هنا شكل طبعا هذا المكثف قلما يمر عليكم مكثفات التنتاليوم، يعني نادر ما انت تشوف المكثفات بالشكل هذا في الاجهزه، لان الشكل تبعها اتغير، الشكل بتاعها متغير، حنشوفه في اخر الدرس ان شاء الله. ولنظر الملف هو اخر مكثف انا حاطه في الموضوع، يعني اخر مكثف انا حاطه في الموضوع هذا اللي هو مكثف تنتاليوم اللي هو الاس ام دي،
هذول نادرا ما انت تشوفهم او يصطفوك في الحياه العمليه، لكن هذا المكثف رهيب جدا، بتاثر كثير بالحراره، نفس المكثف الكيميائي نعم، لكن سعته اكثر ثباتا من المكثف الكيميائي، لكن طبعا على ما يبدو انها ماده التنتاني من مصنوع منها غاليه، وعشان هيك مش كثير بيصنعوا في الاسواق يعني، او ما بتلاقوش دارج في كل الاجهزه يعني. يعني مثلا انا المكثفات باستقرار قيمته في تحت تغيرات درجه الحراره، هذه مهمه، ثبات القيمه، ثبات القيمة تجاه تغيرات درجة الحرارة. ومع كمان تغير التردد، لأنه المكثف الكيميائي برضه بتغير ساعته، بتغير التردد بشكل كبير. في عندنا المكثف السيراميكي. المكثف السيراميكي مثل اللي بيقولوا عنه عدد مرات أو إيش من ذوك برضه زي ما إحنا حكينا في البداية، هو عبارة عن لوحين العازل اللي ما بينهم من السيراميك. ما في ده مكثف سيراميكي متعدد الطبقات، يعني اكثر من طبقه، زي الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث يعني. التنتاليوم ما هماش اقل سعه، يعني تقريبا الحجم تبع مكثف بنفس الخواص بين التنتاليوم وبين الكيميائي تقريبا تقريبا نفس الحجم، لكن اللي بيفرق السعر، اللي بيفرق السعر، في عندك مكثف البوليسترين اللي هو زي ما انت شايفه بالشكل هذا، وهذا المكثف مش عارف يعني بطلت اشوفه تقريبا. في عندنا المكثف اللي قلت هحكي عنه اللي هو سعته ونص، نص فراغ تقريبا، او 47% 47% من الفراغ، يعني هذا حجم كبير جدا. مش عارف يعني انا هذا هم بيقولوا عنه مكثف صودا، انا الصراحه يعني فتحت هذا احسنت يا مروان، نفس الموجود في الستارتر تبع النيوم. نعم نعم نعم، انا بقول بطلت اشوف لانه انا بشتغل في الالكترونيات مش في الكهرباء، صحيح كلامك، هو فعلا هذا المكثف تقريبا هو نفس الشكل، بس برضه هم بيستخدموا منه هذا او الورقي، لا هو هذا زي ما تقول على ما يبدو افضل. قلنا ان المكثف هذا غالبا يعني هو بطاريه صراحه. بالنسبه لنوعيات المكثفات انك تحفظهم مش كثير ضروري، يعني المكثف بكفي انك تحفظ ثلاث انواع بالنسبه لي، اللي هو الكيميائي والسيراميك، والسيراميك يعني والورقي. يعني هذول الثلاثة وما شبههم هو حر، يعني أنا لما يكون عندي مكثف زي هذا مثلا اللي هو سميناه إيش؟ بوليسترين، أو مكثف زي هذا اللي هو سيراميكي، هذا وهذا حركبهم مطرح بعض، يعني مش ما فيش عندي مشكلة في تركيبهم مطرح بعض. كويس؟ حتى كمان هذا ممكن أركب يعني السيراميكي مع متعدد الطبقات مع البوليسترين هذا، أركبهم مطرح بعضهم، يعني مش هتفرق معايا كثير. مع البوليستر حتى كمان، مع البوليستر هذا برضه ممكن اركبه بدال ال يعني السيراميك، ممكن ها، يعني هذا قريبه من بعض، مش واحده، قريبه من بعض، يعني انا اليوم لما بدي اشتغل كمصمم، اوكي هجيب هذا المكثف وعلى خواصه، اجيب هذا المكثف على خواصه، لكن انا بدي اشتغل في صيانه، لا مش حغير، او بدي اشتغل شغله للهوايه يعني، يعني بدي اعمل جهاز لمره واحده او او جهاز يعني بسيط مثلا بدي اكرره 10 20 مره، حركب زي ما انا عايز. اللي قلت هو المكثف الورقي، المكثف الورقي عشان له خواص حلوه، يعني خواص المكثف الورقي حلوه، اللي هو ثبات السعه، اللي هو ثبات السعه، ثبات السعه كان شيء مهم جدا، انه السعه ثابته كان مهم، هذا طبعا هذه المكثفات ايضا ساعتها فيها ثبات مش عاطله، مش زي الكيماوي، لكن اكثرهم ثباتا اللي هو الورقي. طبعا زي ما انت شايف حتى المكثفات احيانا هذا المكثف يعني هذا بوليبروبين وهذا مكثف ايش مكتوب عليه بوليستر، لاحظ انه انا من الشكل مش كثير حاميز ما بينهم، يعني من الشكل مش كثير حاميز ما بينهم علشان انا اختار هذا المكثف او هذا المكثف. مكثف الميتا برضه مكثف ساعته كويسه يعني ومنيح،
انا بعرض عليك انا مع المكثفات، مش ضروري ان اعرض كميه كبيره من المكثفات، لان الملف انت بتقدر تطلع برضه المكثف هذا من المكثفات اللي تقريبا البروتكت للشرائح تقريبا بطل استخدامه، يعني ما عادلوش الاستخدام زي زمان، لانه مع المده الزمنيه هذا بفهم هذا الجزء بتلف. المكثف المتغير هذا طبعا يعني زمان كان مشهور جدا، الفيريبل كان زمان مشهور جدا، لكن اليوم يعني اصبح الواحد من الصعب يشوفه. مكثف الضبط الترينر هذا ما زال موجود، يعني المكثفات هذه ما زالت موجوده وتستخدم في الدوائر. يعني مش الاستخدام يعني اليوم يعني خلقة الراديو اللي تغنون هذا يعني مش ماشي الحال، موجود يعني موجود. المكثفات تبعات الضبط للترمر اللي هي ساعاتها لاحظ اللي انا كاتبه هنا طبعا عشان انوه لك بس انا بنوه للقيم هذه انه صراحة المصدر اللي حصلت عليه منه على هذه القيم مش كثير انا واثق منه، لكن هو بيدينا فكرة. نعم هو بغير محطات الفيرابل، بغير المحطات نعم، يعني في الرواد الصغيرة ما زال مستخدم الفيرابل بس عشان اليوم كله صار ديجيتال الشغل يعني. يعني مثلا اذا كان الترمر هذا اللي زي هذا وهذا اذا كان مثلا لونهن على زراد ما تكون ذاته حوالي 7 بيكو، لونه على ابيض ولوني حط اللون اسود حوالي 10 بيكو، لونه احمر حوالي 20 بيكو، لونه اخضر حوالي 30 بيكو، اللون البني حوالي 60 بيكو. يعني قصدي اقول لك ان المكثفات هذه لو ما لقيتش مكتوب عليها ساعه لو ما لقيتش مكتوب عليها ساعه حاول بيكو فراغ طبعا، حاول تتعرف على اللون، يعني حاول من اللون انك تعرف قديش الساعة تبعتها، طبعا ممكن قياسها. تستخدم المكثفات كمخزنات للطاقة، تخزين المكثف بشكل مباشر للطاقة ممكن تلاقيه موجود في الفلاش، الفلاش تبع الكاميرا يعني. صحيح بس عندك بالنسبة للسؤال تبع محمد كساد، المكثفات الكيميائية والتنتاليوم، يعني التنتاليوم بتلاقي فيه الحديث مثلا 47 مايكرو 100 مايكرو، لكن لما بدك تطلع لساعات عالية مش هتلاقي الا الكيميائي، مش هتلاقي الا الكيميائي. انما ما دون التنتاليوم لا، كل المكثفات ممكن انت تلاقيها، كل المكثفات ممكن انت تلاقيها، يعني تلاقي مكثف سيراميك او ميكا او بوليستر كلهم تلاقيهم بنفس الساعة. بنفس الساعات لا لحظة معلش يا محمد، السيراميك ساعاته محدودة، ساعاته محدودة، البوليستر والشرائح وهذول هم اللي تلاقيهم ساعات متقاربة، يعني كلامك في منه 70% تقريبا صحيح، يعني انه هل كل نوع من انواع المكشفات مرتبط بساعات معينة الى حد 70% ممكن يكون كلامك صحيح يا محمد، الى حد 70% وراجع اللي حكيناه في قبل حتلاقي انه ان شاء الله الكلام فيه، لكن يمكن لكن الدم بقدر ابدل احيانا من نوع لنوع على حسب الحاجه. نشوف ايش في ايش تستخدم المكثفات. تستخدم المكثفات في تخزين الطاقه الكهربية ومرشحات لتمرير التيار المتردد وفي حجب او منع دخول التيار المستمر. المعلومات هذه انت فاهمها اوكي، انت فاهمها مش فاهمها لقدام تفهمها اكثر. يعني مثلا المكثف يستخدم كتخزين للطاقه، اظن في واحد حتى كان سال السؤال هذا او كنتم تحكوا مع بعض في هذا الموضوع، فعلا المكثف ممكن يخزن الطاقه، وهذا الموضوع انت بتشوفه في الفلاش تبع الكاميرا. فلاش الكاميرا اللي عندك الكاميرا القديمه طبعا، اليوم الكاميرا غريبه صار شكلها حتى، بتستخدم مكثف عشان يشحن هذا المكثف ويعطيني تيار عالي عند ما اعمل شغل. يستخدم كمرشحات لتمرير التيار المتردد. كمرشح او كمقاومه او مرشح ممكن افصل تردد عن تردد باستخدام المكثفات بالفعل،
وبستخدمه للتنعيم في دوائر الدي سي، هذا اكبر استخدام. ايش نظريه العمل التداخلي؟ عند تطبيق جهد مستمر على طرفي المكثف يبدا لوحان مكثف بتخزين الشحنات بينهما، ويبدا تيار كهربائي بالمرور خلال المكثف، بحيث يتوقف هذا التيار عندما تصبح الشحنه المكثف مساويه بجهد الشحن. كمان مره، عند تطبيق جهد مستمر على طرفي المكثف يبدا لوحان المكثف بتخزين الشحنات بينهما، ويبدا تيار قاعد المكثف بخزن، هو قاعد بخزن بيبدا تيار كهربائي بالمرور خلال المكثف، بحيث يتوقف هذا التيار عندما تصير شحنه المكثفين شحنه المكثف مساويه لشحنه البطاريه للتشحن. متى ما صارت شحنه المكثف مساويه لشحنه البطاريه الشاحنه يقف مرور التيار الداخلي في هذا المكثف. إذا لا، ما هو ممكن اللينك تبعك ينحرج، ممكن اللينك ينحرج. لو حطيته في طريق التيار المستمر ما بخش، يعني على التوالي مع التيار المستمر ما بخشش، بدخلش، بدخل الشحنة الأولى وبدفع. على فكرة أنا كان ممكن أعمل لكم التجارب هذه على فيديو، لكن صحيح أنا حسيت إنه شغل الفيديو هنا فاشل. يعني ما بنقدرش احنا نشوف افلام الفيديو زي ما احنا عايزين، لكن بنقدر نشوفه بالرقمه اللي انت قدامك الان. الان عندك انت ساعه، المصاب هذه الساعه هي ساعه مؤشر نيدل. لو انا دست المكثف فبيبدا الطرف هذا يشحن، طبعا لاحظ هنا انه حاطط الطرف الاحمر اللي هو فيه شحنته سالبه، هذا الطرف سالب على الطرف السالب، والطرف الاسود طبعا الساعة مؤشر ها. ساعة المؤشر هذا سالب وهذا موجب، وطرف الموجب محطوط هنا. في هذه الحالة بدأ المكثف بإمرار التيار الكهربائي من بين اللحين، يستمر هذا الإمرار، والدليل عليه إنه هذا المؤشر حينحرق. الدليل على إمرار التيار الكهربائي إنه المؤشر حينحرق. حيستمر مرور هذا التيار إلى حد ما إنه يصير شحنة المكثف مساوية للجهد اللي طالع من هنا، وبعدين بيرجع المؤشر إلى الزيرو مرة ثانية، يعني يقف مرور التيار. الساعة الديجيتال في الفحص هذا ما بتمشيش حالها. الساعة الديجيتال لأنه ما بيمشي حالها في الفحص هذا، يعني لو حاولت تجرب تفحص مكثف الساعة الديجيتال ما مش هيظبط. طب ايش اللي هيحصل لو انا قلبت الطرفين هذول مطرح بعض؟ لو قلبت الطرفين هذول مطرح بعض بكون انا جبت الجهد الموجب على الطرف السالب وجبت الجهد السالب على الطرف الموجب، يعني وصلت وكانه طبعا هذا على افتراض انه مكثف كيماوي، لانه الواحد الطرف الطويل وطرف كثير هذه المعلومه انتم عارفينها، لانه واحد ذكر لي اياها. الطرف الطويل موجب والطرف الكثير سالب، وهذا مكثف كيماوي. مكثف الكيماوي دائما لازم اخذ بالي ان الطرف الموجب على الطويل والطرف السالب على القصير، سواء باي ساعه انا بفحص. ليش؟ لانه اذا جلست القطبيه تبعته يبدا يمر في تيار عالي، ومش هتقدر تخرب الساعه، لكن هيعطيك قراءه خاطئه، لكن هيعطيك قراءه خاطئه. ومن الجدير ملاحظته انه لو كان الكيماوي عند الفحص تفتح قياس التناسليه، فنجد ان المقياس يعود من القراءه اللانهائيه الى قياس مقاومه. يعني لو انا كنت جالب اطراف الساعه، جالب الاطراف هذول وقاست المكثف، حيجيب لهان وحيرجع يرجع بعدين حيجي هان، اضل انا جاي طبعا لحد الهان كان صح، لكن لو جالبني حاطط اطراف الساعه فبدا يصير تيار عكس في المكثف، لانه ايش؟ مش يعني هو بيكون مش بيرجع للتيار زي ما بنقول تيار شرط، تيار قصر بيصير بيصير فيه، اللي هو تيار غير مرغوب فيه، مش لازم خالص. نشوف طبعا اللي عاوز يسال حاجه على المكثف، بس حاجه تهمنا في الحياه العمليه، يعني مش حاجه مثلا ما تهمناش في الحياه العمليه، لكن حاجه تهمنا في الحياه العمليه، اللي عنده حاجه سؤال بهمنا في الحياه العمليه يتفضل يساله، لانه احنا هنا الموضوع كبير وبدي الحق انهي الصراحه. يعني اذا السؤال
مهم طبعا. انا بعرف ان معلومه المكثف الكل بيعرفها عن عمليه الفحص، انا بدي اركز على القراءه. وصل تلك الساعه، تك تلك الساعه من الساعه، وصل تلك بالشفه، والتلك الثاني دخله تحت اللب، تحت اللب بالسابق مفيش، ما فيش ماشي. في عندنا المكثف اذا ما كانش مكتوب عليه حاجه بالسلك، بالطرف القياس، سلك الافو، سلك الافوميتر، السلك يعني بتفكه من الساعه وبتصير في ايدك، بتفك السلك من الساعه وبتصير في ايدك. على العموم لو رجعت على التمارين المتسلسله افتكر موجود طريقه تفريغ الشحنه في التلفزيون، ولا انت يمكن تقصد تفرغ شحنه المكثف. تفرغ شحنه المكثف يعني مثلا انا بشتغل في باور سبلاي عندي مكثف مثلا 200 ميكرو فراد على 300 فولت، هذا انا بفضل افرغه بالكاوي، بالكاوي مكوى الكبسه بفرغه بالكاوي. طبعا اذا كنت تقول لي مقاومه او شيء، المقاومه ممكن تنحرق معاك، فانا بفرغه بالكاوي يعني بحط طرفين الكاوي، بسحب الكاوي من الكهرباء وبحطه على طرفين المكثف وبخليه يفرغ، مش بالسن، لا مش بالسن، بطرفين الكهرباء، طرفين الكهرباء. طبعا كل ما زادت الساعه كل ما بده زمن شحن اكبر. ساعة المكثفات، المكثف اللي مش مكتوب عليه اي نوع من التنين سعته بالبيكو فراد. المكثف كمان مرة بعيدها لان النقطة هذه مهمة، المكثف اللي مش مكتوب عليه تنين سعته بالبيكو فراد. يعني هذا مكثف هنا مكتوب عليه اربعة، اربعة يعني اربعة بيكو فراد. مكثف مكتوب عليه 47 يعني 47 بيكو فراد. مفهوم؟ إذا كان تمييز القيمة بالنانو فراد لازم ينكتب عليه حرف النون، إذا كانت السعة بالبيكو يبقى مش مكتوب عليه ولا حاجة، أما إذا السعة بالنانو يبقى لازم ينكتب حرف النون، لازم ينكتب حرف النون. سواء قبل الرقم أو بعد الرقم تتصرف مع حرف النون الآن وكأني فاصلة عشرية، نشوف كيف. يعني هذا أربعة نون يعني أربعة نانو فراد، أربعة فاصلة سبعة، أربعة نانو سبعة يعني أربعة فاصلة سبعة، شايف كيف فاصلة عشرية. أم أربعة يعني أربعة من عشرة نانو فراد. أرجو أنكم تركزوا في الحاجات هذه يعني، وأعيدها مرة ثانية، يعني أربعة أم غير عن أم أربعة، أربعة أم يعني نانو فراد، يعني يعني أربعة نانو فراد، أربعة أم سبعة يعني أربعة فاصلة سبعة. الآن هنا وكأنها فاصلة عشر. إذا كان تمييز القيمة بالمايكرو فراد لازم نحط مايكرو فراد، لازم أحط مايكرو فراد، واللي انطبق على النانو بينطبق على المايكرو. يعني في حاجة زيادة، إذا موجود نقطة زي هذه بوينت تعني نانو فراد تعني مايكرو فراد، إذا موجود بوينت بوينت البوينت هذه الحالة يعني اذا اي مكثف في قلب نقطه اللي هو يا استاذ مروان، اذا انا بقرا الرقم صح يعني من اليسار اليمين 360 معنى ذلك انه هذه 36 من 100 اوم يعني حوالي ثلث اوم. اذا انا هيك بقرا الرقم تبعك صح معناتها، لكن لو مكتوب 360 ار معناتها 360 اوم، لو مكتوب 3R6 معناتها 3.6 من 10 اوم. نعم تقدر ار كفاصلة عشرية، ما حكيناش الملاحظة هذه من المقاومات، ماشي هي اقترحتها وكويس. الساعة بتجيبهاش صحيح، لكن مش حديث 1 اوم، يعني حديث لك برضه نص اوم، حديث لك اكثر اقل، لكن مش حديثها 1، مش هتوصلها 1، ما تقلقش منها. أنا ينفع لعبتك أصفار؟ مش ممكن، مش ممكن تعطيك الساعة أصفار، لا مش ممكن، الساعة الديجيتال استحالة تعطيك أصفار، لأنه يعني بالعادة أنا بعطيهم بفحصهم، يعني بفحصهم 25% 36%
27% بنفحصه صحيح ما بيعطينيش 27% بتعطينا قيمه اعلى شويه لكن لا بدون حتى تعاد فحص خاصه عموما لو جازت معك لحديث واحد قول لي هي مش عطلانه يعني بدي حالها ماشي اما انها تجيش صفر لا هي المقاومه بتجيش صفر اصلا ليش بتجيش صفر؟ لان المقاومه لما بتعطل قيمتها بتعلى المقاومه لما بتعطل قيمتها بتعلى في ساعات طبعا مخصصه لقياس المكثفات في ساعات مخصصه لقياس المكثفات خليني اكمل الموضوع لانه انا ما اتطرقتش لموضوع الساعه تبعت ساعه الفحص عشان احنا منسجمين في موضوع قراءه المكثفات خلينا ايش ام دي ما مرش علي رقم ام دي رمز ام دي ما مرش علي خليني اكمل موضوعي هنا ومش حيضيف هواية تسأل وانا عارف لكن الاهم الان خلينا نكمل الموضوع قلنا اذا كان مفيش تمييز على المكثف خالص يبقى القيمه بالبيكو فراغ اذا القيمه بالنانو فراغ لازم يكون حرف النون موجود اما اذا القيمه بالميكرو فراغ ممكن احط النيو هذه ممكن احط النيو وممكن احط الفاصله العشريه هذه يعني لو الفاصلة العشرية هذه موجودة إذا قيمة المكثف بالمايكرو فراد. يعني هاي هنا مثل هذا قيمته كذا بالمايكرو فراد، هذا قيمته كذا بالمايكرو فراد، وهذا قيمته كذا بالمايكرو فراد، الأمر إن شاء الله بيكون واضح. قراءة قيم المكثفات، طبعا لو كان عندي مكثف أنا كيميائي معنى ذلك إنه كل شيء واضح عليه. كل شيء واضح على المكثف الكيميائي، عندك المايكرو قيمة الجهد تبعته، قيمة الساعة عفوا، تلاحظ نسبة الخطا 20%، تتذكروا ايام ما كنا بنحكي عن المقاومات قلنا ما فيش عندنا مقاومات اليوم نسبة الخطا فيها اكثر من 5% بل انه نسبة الخطا بدأت تنخفض ل 2% و1% و25% لكن المكثفات لاحظ 20% نسبة خطا وهذه نسبة خطا عالية لكن المكثف الكيماوي بيتحمل لانه المكثف الكيماوي يتحمل بس ولاحظ كمان 1 من 10% نسبة خطأ في أظن طب إيش لونها يا مروان فاكر؟ إيش لون 1%؟ ماشي أنا مش فاكر والله أزوان ال 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 الموف يعني البني 1% لا البنفسجي صحيح بفتكر هيك يعني على حسب الذاكرة نعم نعم يا أستاذ مروان مروان مجتهد المكثف الكيميائي يا اخواننا بتحمل ال 20% نسبة خطأ وبتحمل كمان أكثر من 20% نسبة خطأ. هذا المكثف مكتوب عليه جودة بتحمل ل 63 فولت. الحرارة اللي بيكون فعال عندها اللي هي ما بين الزائد 85 والناقص 40 القطب الثالث هي موضح هنا الناقص ناقص ناقص بيكون على مستوى هذا الطرف الثاني بيكون موجب سواء مكتوب عليه أو مش مكتوب عليه. يمكن التحويل من مايكرو لنانو بيكو فراد حيث الواحد مايكرو بيساوي 1000 بيكو بيساوي مليون الواحد مايكرو بيساوي 1000 نانو بيساوي مليون بيكو يعني هذه المعادله البسيطيه خليها في بالك الواحد مايكرو بيساوي 1000 نانو بيساوي 1000 بيكو نشوف كيف ممكن نقرا المكثفات اللي بخانه واحده المكثفات اللي بخانة واحدة طبعا قلنا مكتوب عنها اللي حكيناها في اللاب الأول، واللي بخانتين برضه حكينا عنها، لأنه نحكي عن المكثفات بثلاثة خانات، يعني أبو الخانة والخانتين اللي حكينا عنهم في الأول. المكثف أبو الثلاث خانات مليون، الفراغ مليون مايكرو. لأن الفراغ بعدين بيجي الملي بعدين بيجي المايكرو. بنقرا اللي عرف يقرا المقاومات 10 اس 6 نعم اللي عرف يقرا المقاومات ما فيش عنده مشكله في قراءه المكثفات مكثف 104 رقم دلاله رقم دلاله معامل ضرب او عدد اصفار نعم نعم الفراد بيساوي 1000 ملي بيساوي مليون متر نعم عفوا مفهوم القصه هذه ولا بلها شرح؟
مش هقدر اجاوب على السؤال. كوثر مش هقدر اجاوب على السؤال هذا، يعني ما يعني كلام مطاطي شويه يعني، فمش هقدر اجاوب عليه. انا بخصص بيهتموا فيه كثير الفيزيائيين يعني في المختبرات، ما بركزش فيه يعني صراحه. الخانتين الاولى والثانيه 10 يعني، اللي بعديها عدد اصفار او معامل ضرب باربع اصفار، يعني المكثف اللي انت شايفه اللي مكتوب عليه 104، المكثف اللي مكتوب عليه 104 هو عباره عن 1 0 4 اصفار، 1 0 4 اصفار يعني قديش؟ 1 2 3 4 يعني 100,000، 100,000 بيكو، 100,000 بيكو لو قسمتها على 1000 تعطيني نانو، يبقى بصير 100 نانو، بقسمها كمان 1000 بتعطيني بالميكرو، بصير 1 من 10 ميكرو فراغ. ارجو ان يكون الامر تبع قراءه المكثف هذا واضح، ارجو انها تكون واضحه. جدول معامل الضرب عادي، هو زي نفس المقاومات، يعني الصفر يعني معامل ضرب 1، الواحد 10 وهكذا، نفس الكلام اللي احنا تحدثنا فيه عن المقاومات، نفس الكلام اللي احنا تحدثنا فيه. اذا المكثف باربع خانات، فالخانه الرابعه بتتحدث عن نسبه الخطا. هذا المكثف 102 يبقى هو عباره عن 1000 بيكو فراد، 1000 بيكو فراد، 102 يعني 1000 بيكو فراد. نسبة الخطأ فيه 10%، ايش اللي عرفني ان نسبة الخطأ 10%؟ التولرنس عندي هنا اللي هو الكيس، في عندي هنا جدول بيعطيني التولرنس. طبعا هذا يا شباب بينطبق على المكثفات الاس ام دي، اللي هو البيمة مثلا نسبة خطأ 1 من 10%، السي الاي كذا الاي كذا، طبعا جدول مش داعي لحفظه. هل الواحدة هي بيكو فراد دائما؟ اذا فيش الا خانة واحدة يبقى من بيكو، اذا فيش الا خانة واحدة في المكثف البيكو. نعم، يعني المكثف مطلع عليه 1 2 3 4 5 6 7 8 9، معناتها هذول 9 بيكو. قلنا هذا طبعا مش للحفظ. حتى المكثف هذا اللي متعدد الخانات لو انت نظرت عليه هتجد انه في تعقيد شويه في قراءته، لكن انا هنا موضحه ان كانت ترجع للملف، لاحظ ان المكثف مكتوب عليه ارقام كثيره. طبعا مش حال حدا كمل درس اليوم، انا مش حال حدا كمله، مش حال حدا كمله له جدوله. طبعا هذا يا شباب هذا يعني طرحنا الموضوع هذا بس مجرد انه احنا بنستهلك وقت على الفاضي، يعني طرح الموضوع هذا، لكن هي القيمه واضحه 2 4 اصفار وبطلع قيمته ومالوش علاقه في باقي الموضوع الاخر. هنا الجدول تبعه ماشي، مش هقدر ابدا في موضوع الاس ام دي الان، مش هقدر ابدا في موضوع الاس ام دي. طبعا موضوع الاس ام دي هنرجع له ان شاء الله، هنرجع له، مش هياخد معانا وقت طويل، لانه برضه حتى موضوع الاس ام دي موضوع طويل، يعني كيف تقرا قيمه مكثف الاس ام دي موضوع طويل طويل، لكن احنا هناخد منه حاجه بسيطه جدا، لانه بأفترض انا انه انا قاعد بعلمك الاساسيات، مش بعلمك اليوم انك كيف تطلب مكثف من هذول للشراء، يعني لو انت تطلب مكثف من هذه المكثفات اللي قدامنا الان للشراء قدامك قصه طويله، قدامك قصه طويله، بس انا بفتكر انه انت يا بتعمل اما دوائر هواء او انك انت يعني زي ما بتقول بدك تستبدل مكثف بمكثف او بدك تتمكن من فحصه او حاجه زي. انما لو احنا بنخش في موضوع الاس ام دي، موضوع الاس ام دي موضوع عويص جدا في المكثفات خاصه. بس قبل ما اخلص انا بحب ابدأ اعرض عليكم المكثف الاخير اللي هو التنتاليوم. هذا المكثف تنتاليوم طبعا قيمته حكينا المكثف مش مكتوب عليه ولا بيك ولا نان، يبقى قيمته 2 2 6 يعني 22
ست اصفار، 22 ست اصفار يعني 22 ميكروفراد. هذا متسلسل تمثالي، هذا شكل متسلسل التمثالي من الاس ام دي، وهذا المتسلسل مشهور يعني موجود ومشهور. واضح انه هنا ست اصفار سبع اصفار، يعني هذا مكثف 100 مايكرو 16 فولت، 100 مايكرو 16 فولت. هذا من مكثفات التنتاليوم، مكثفات التنتاليوم 100 مايكرو، نعم 100 مايكرو 16 فولت. هذا مكثفات التنتاليوم الاس ام دي. طبعا هذا تعتبر تابع على درسنا الاول، الدرس اللي في الاول. هنا العلامه هذه تدل على اتجاه الموجب، العلامه هنا، العلامة هنا أيضا تدل على الطرف الموجب. ماشي، الملقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.